رجعنا لكم مرة تانية ولسه مكملين معاكم بقية فقراتنا. ما دلوقتي بقى معادنا مع الفقرة التانية وهي عن الفن التشكيلي أو الرسم عامة. لما بيكون كده بالفطرة عن صاحب الموهبة دي دايما كده بنحس وبنشوفهم إن هم مصممين قوي على حلمهم ونفسهم إن هم يوصلوا بفنهم ده للعالم كله، وقد إيه إن الفن ده مهم وليه رسالة لكل فنان بيبقى حابب يوصلها برسوماته وألوانها كمان. عشان كده موهبتنا النهاردة على الرغم من سنها الصغير إلا إن الرسم عندها شيء مهم جدا وليها رسالة خاصة كده بيها هي، هنتعرف عليها النهارده من خلال برنامج صباح البلد. ومعانا الفنانه التشكيليه ايمان ناير. اهلا بيكي يا ايمان، منورانا النهارده في صباح البلد. اهلا بحضرتك. عامله ايه؟ الحمد لله تمام. ايمان كلمينا كده عن الفن التشكيلي عامه، او ايه هو الفن التشكيلي للناس اللي ما تعرفش الفن التشكيلي؟ الفن عموما اللي هو يعني حاجه الواحد بيعبر بيها عن اي حاجه جواه، سواء فن تشكيلي او اكريليك فحم اي حاجه. فبيعمل مثلا لوحة يعبر للناس عن دي حاجة جواي، وهو الشخص اللي أي حد يشوفها برضو يشوفها بطريقة جواي باللي جواي. يعني هي بتبقى دايما، أنا بشوف مثلا في الأفلام أو كده بيبقوا حاطين ما بيبقوش فاهمين، طب أشوفها من الناحية دي، طب أشوفها من الناحية دي، فكل واحد زي ما أنت بتقولي بيشوفها بالزاوية النفسية اللي جواه. مظبوط كده الكلام؟ أنا عرفت إن أنت مش دارسة الفن التشكيلي، دي موهبة. فكلمينا ازاي عرفتي من دراستك تنقلي للفن التشكيلي وتحققي فيه كم اللوحات اللي انت رسمتيها؟ هو انا اصلا برسم من وانا صغيره وبحب الرسم جدا. من وانت عندك قد ايه؟ من قبل ما ادخل المدرسه تقريبا. انا بحب الون وارسم وكده. كان كمان بنت عمتي بتحب ان هي تعمل لي رسومات صغيره وانا الونها. فهي كمان كانت بتحب ترسم زيي. تمام. واكتشفتي بقى ان انت تقدري ترسمي وتعملي لوحات وتمزجي الالوان وتعملي ده وانت عندك كام سنه؟ ده في تقريبا في وانا في ثانوي بدات ان انا اعمل بورتريهات وان انا فعلا اطور من نفسي اكتر. كنت في المدرسه مثلا كانوا المدرسين بتوع الرسم يقولوا لي لا انت بترسمي كويس، طوري اكتر، ارسمي بورتريهات. فبدات ان انا فعلا ابحث على النت وان انا ادور ارسم البورتريهات ازاي وان انا ابقى احسن ازاي. طيب هل بقى طورتي موهبتك دي باي دراسه؟ درستي اي حاجه ليها علاقه بالفن التشكيلي؟ لا. مين بقى مثلك الاعلى من الفنانين التشكيليين؟ نفسك تبقي يعني ايمان ناير تبقى زي مين من الفنانين التشكيليين؟ فان جوخ طبعا. دافينشي. لا ده انت راحة على عايزه العالميه على طول، عايزه تروحي العالميه. لو معانا لوحات بقى لمريم، كلمينا كده عن اللوحه اللي قدامنا دي يا مريم. ايمان دي رسمه للسادات. يا ايمان اسفه. ايمان كنت في الكليه وكانوا عاملين ندوه في الكليه عن حرب 6 اكتوبر. فانا شاركت بالرسمه دي وكان في رسومات تانيه كمان. يعني مش بس فن تشكيلي، انت بترسمي كمان رسومات والصوره التانيه اللي معانا. ده دكتور مشالي طبيب الغلابه. يعني كنت حابه ان انا اعرف الناس ان انا بحبه. وانا ما بعرفش اتكلم قوي. يعني انا طبيعتي هاديه، ما بعرفش اعبر بالكلام. فاللي انا احب ان انا اقول له ان انا بحبك او اعرف الناس انا بحب الشخص ده بعمل له رسمه مثلا. طب يا رب ترسميني بعد الحلقه. طب الرسمه الثالثه؟ دكتور احمد خالد توفيق. طبعا هو دكتور وكاتب عظيم. وكان بيحب الشباب وكان بيتمنى ان الشباب يقراوا له. فانا هو الله يرحمه. بتحبي ترسمي لنماذج يعني؟ أيوة. يكون ليهم رساله. طب ومحمد منير؟ محمد منير مظبوط طبعا. الناس كلها بتحبه. طبعا هي بترسم اللي بتحبهم بس يا جماعه يعني بس. الله. دي بيضا ثروت طبعا الناس كلها بتحبها برضه. كلها ايوه الحقيقه جميله، صوره حلوه قوي الحقيقه. ورسمك حلو قوي. مين دي؟ دي انا كنت بحاول ارسم نفسي بس حلوه جدا يعني. بس هو عموما ما فيش حد بيعرف يرسم نفسه. بس انت عارف انا بحاول. لا بحاول. بس برافو عليكي، عرفتي جدا. ده الفنان احمد امين. احمد امين بالظبط. بس برافو عليكي يا مريم، رسوماتك هايله جدا، لوحاتك حلوه جدا. فكرتيش تعرضي بقى اللوحات دي في معرض، تشتركي في معارض؟ ايوه ان شاء الله ان شاء الله. هتعملي كده؟ مشغوله بس في الكليه وان شاء الله بعد كلية كده. كليه ايه يا مريم؟ كليه تمريض. انت كليه تمريض وبتحبي الرسم والفن التشكيلي. لا أيوة. بس يعني بصي الخطوط يعني انا بحب الفن وبحب الرسم،
لكن اكيد انا ما بفهمش في الرسم قوي، بس لما اشوف لوحه زي دي لا اللي رسمها فنان يعني، برافو عليك. أيوه. رسوماتك حلوه قوي ودقيقه جدا وبتاخدي بالك من التفاصيل والحاجات دي. اللوحه بتاخد منك وقت قد ايه مريم عشان تخلص؟ على حسب اللوحه يعني. في رسومات مثلا تاخد ساعتين. في ساعتين بس مثلا. في رسومات خدت مني 6 ساعات، في رسومات خدت مني ايام بس متقطعه يعني. مش متواصل. احنا هنحاول نخليكي تتكلمي اكتر مش بس على اللوحات، وقولي لي كده اكتر لوحه ايمان رسمتها وكنتي جواكي ايه وكانت بتعبر عن ايه. كلمي بقى، حاولي تطلعي كده اللي جواكي وتتكلمي. احنا هنا بقى من صباح البلد هنخلي ايمان ناير تتكلم يا جماعه مش بس على اللوحات. اخر الرسومات بتاعت الفتره الاخيره بصراحه كنت حابه ان انا مش بس ارسم بورتريه وخلاص لشخص مثلا، ارسم حاجه بتعبر عن حاجه يعني. ممكن تكون بورتريه لشخص بس في ورا حاجه ترند مثلا حصل. زي الرسمه بتاعت سهر الصايغ وهي لابسه الفرعوني كان في الموكب بتاع المومياوات. كانت رسمه كانت لابسه فرعوني وحبيت ان انا ارسمها. خدت مني وقت كبير جدا. خدت قد ايه؟ حوالي 6 ساعات بس متقطع مش متواصل. مفيش لوحه عملتها الوان. كانت اول لوحه اعملها الوان اصلا. اول لوحه تعمليها الوان كانت للفنانه سهر الصايغ. يا بختك يا سهر والله. الله. دي تاني لوحه. دي تاني لوحه. الالوان دي تاني لوحه. حلوه جدا جدا الحقيقه. فانتي في الفتره بتاعه نقل المومياوات لمتحف الحضاره كنت بترسمي لوحات ملونه لكل الفنانين او المودلز اللي كانوا طالعين في الحفله دي. الحقيقه حاجات جميله جدا. طيب ايه، خليني برضو تاني غير الاشخاص، هل رسمتي حاجات تانيه ملهاش علاقه باشخاص انتي بتشوفيهم بترسميهم؟ رسمت مثلا كان في طفل شايل كلب كده، ودي بتعبر طبعا عن ان الكلب ده صادق مع الانسان وان الانسان طبعا حنون وكده. فالرسمه دي كانت برضو بتعبر عن ان الطفل والكلب ده يعني حاجه حلوه جدا جدا هايله. حلوه قوي الرسمه يا ايمان. طيب قولي لي ما رسمتيش حاجات؟ انا برضو عماله احاول اطلع اللي جواكي عشان ما يطلعش على الورق، بس انت بتقولي بنرسم اللي احنا حاسينه او اللي جوانا، وكل واحد بيشوف الرسمه باللي جواه. رسمتي ايه في غضبك ورسمتي ايه في فرحك؟ يعني فرحتي رسمتي ايه وانت متضايقه رسمتي ايه؟ يعني رسمه زي بتاعت سهر الصايغ دي طبعا كنت فخوره بمصر وفرحانه طبعا، وكانت حاجه حلوه فرسمتها وكنت مبسوطه. ما بتبقي غضبانه ايمان لما بتبقى زعلانه وغضبانه بتبترسم؟ رسمتي بيبقى بقى باين على الرسم ان هي حزينه. بتبان. يعني رسمتي وش باكي، رسمتي الحاجات دي. ايوه. عملتي ده. طب قولي لي ايمان، انت ناويه بعد ما تخلصي الجامعه بتاعتك تتجهي للتمريض ولا تكملي في الفن التشكيلي ولا الاثنين مع بعض؟ الاثنين مع بعض. عايزه اكمل في شغلي ان شاء الله وهقدم فنون جميله. عايزه تكمل حر. مش هدخل الكليه نفسها. هتعملي ايه؟ في فنون جميله قسم حر. بيبقى كورس مكثف في حاجه، في الحاجه اللي انا عايزه ادرسها. انا عاوزه مثلا ادرس تخصصي فيها. تصوير ذاتي. اللي هو هرسم مناظر طبيعيه. انا حابه كده. فهو ده اللي انا ناويه عليه ان شاء الله. عايزه تكملي في القسم الحر من فنون جميله قسم تصوير ذاتي. وبياخد قد ايه الكورس ده؟ هو تقريبا 3 شهور أو 6 شهور. يعني مش 5. بس ناويه بعد ما تخلصي جامعتك ان انت تتجهي. ايوه ان شاء الله. للقسم ده وتدرسي يعني. انت بس مش مكتفيه بموهبتك وبرسمك الرائع ده، لا انت عايزه يبقى معاكي كمان شهاده بيها وتقدري ان انت توفقي بالاثنين. ازاي هتعمليها دي؟ وبعدين الاثنين بعيد. انا موفقه اصلا ما بين الاثنين من دلوقتي. ازاي؟ احكي لنا ازاي بتقدري توفقي بين ده؟ ازاي بتلاقي وقت انك ترسمي بالفن وبالجمال ده ولوحات الهايله دي؟ وازاي انت طالبه برضو في كليه مش سهله يعني، كليه تمريض كليه صعبه جدا، فازاي بتقدري تعملي ده؟ انا بعد الثانوي كان نفسي ادخل فنون جميله بس هو ما حصلش نصيب. رحت معهد تمريض ما جبتش مجموع الكليه كمان. اوكي. وكملت بعد المعهد كليه. وبشتغل. يعني انت خلصتي معهد تمريض؟ انا استلمت شغلي اصلا. وبعد كده رحتي كليه تمريض. تمام. انا استلمت شغلي بعد المعهد وكملت كليه. اوكي. ماما وبرسم برضو. يعني انتوا ملائكه الرحمه وفنانه يعني، كلها احاسيس كده وكلها حاجات جميله. انت قلتي لي مثلك الاعلى بانكوك.
ودافنشي ودافنشي، يعني حاجات جميله جدا. بتقعدي تتفرجي على الرسومات، بتحاولي تقلدي رسوماتهم؟ اه، وفي ناس تانية يعني مستوية او مستواهم اعلى مني بحب اتابعهم برضو. طب مريم، بتحاولي ان انت تعرضي مثلا لوحاتك على السوشيال ميديا او تبيعيها او كده؟ بعرض على السوشيال ميديا. قبل كده ساعات كنت ببيع، انما دلوقتي لا. ليه بقى؟ تحسي انه لا مش هبيعها وبتاعتي كده ولا ايه؟ اه، وفي ناس بتطلب بورتريهات معينه لشخص مثلا باباها مامتها كده، فبصراحه بقيت اقول لا. ليه بقى يا مريم؟ يعني بزنس وانت عندك التالنت دي، عندك الموهبه دي وتقدري تعمليها وشغل. ليه ما ليه مش بتحبي كده؟ شايفه ان انت كفنانه مثلا ارقى من انك انت تعملي ده؟ اوقات الرسمه ما بتطلعش معايا بيرفكت 100% زي ما هم طالبين. بالظبط. ما هو مفيش يعني حاجه بالظبط. اه، مفيش حاجه بالظبط. فالناس مثلا تبقى قليله الذوق شويه تقول لك ده في حاجه مختلفه، ده في مش عارفه ايه، فانا ما بحبش كده. طب بعد الدراسه بقى ناويه ان انت تكملي او تقدري تفتحي البزنس ده، ولا تعملي بقى معارض خاصه بإيمان؟ ايوه، ممكن معارض خاصه ان شاء الله. ايمان، كل التوفيق. وارسم انا من الرسومات، انا عايزه ارسم. اللي انت عايزه ترسمي، مش ان حد حاجه مفروضه مني. لا، بس انت هترسمين. لا ان شاء الله. ان شاء الله. خلاص يا ايمان ناير، ان شاء الله نشوفك اكبر فنانه تشكيليه كده وتشرفي مصر دايما، وان شاء الله موفقه في الكارير بتاعك الاثنين، سواء ممرضه او فنانه تشكيليه. ونورتينا النهارده في صباح البلد، ودايما موفقه يا ايمان. وكانت معانا ايمان ناير، فنانه تشكيليه وكمان ممرضه. لسه مكملين معاكم بقيه فقرات صباح البلد، انتظروا.